إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. وسوالفنا شبابية. سوالف شبابية. على وين؟ على وين يا شباب؟ شباب على الهوى. شباب على الهوى، كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهوى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا. شباب شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. شباب شباب على الهوى، يلا اكشخ ابتسم على الهوى. شباب على الهوى. شباب شباب على الهوى. مساء آخر يوم من نوفمبر، ومسانا معكم دائما يتجدد بصحبتكم الرائعة في برنامجكم شباب على الهوى. مستمعينا، مساء العودة من الإجازة الطويلة، مساءكم فرح لا ينتهي بصحبة من تحبون. مستمعينا، نلتقيكم في شباب على الهواء من أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان الحين ولغاية الساعة الرابعة. وصلنا معكم مستمعينا الكرام لنهاية شهر نوفمبر، هذا الشهر الجميل، هذا الشهر الذي يتضمن العيد الوطني المجيد، وفي هذه السنة كان العيد الوطني 44 المجيد. أكيد، لكن مستمعينا يظل حبنا للوطن وللقائد لا يحده تاريخ ولا شهر، يبقى بقلوبنا في دمنا بشراييننا بكل روحنا يعني طول أيام السنة. مستمعينا، في الإعداد معكم مشاعل بن سعيد القاسمية، وعبر ناقل الصوت معكم خلفان بن سعيد العامري ومشاعل بن سعيد القاسمية، وفي المتابعة والتنسيق من خلف الاستوديو سيف بن سعيد الهلالي، وفي التنفيذ عبد الرحمن الجابري، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. شباب شباب على الهوى. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء، الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين إرسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو عمان. شباب على الهواء. شباب شباب على الهوى. يسعد الله مساكم مستمعينا وما كنتوا تسمعونا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وحياكم الله في برنامج شباب على الهوى. معكم اليوم مشاعل قاسمية وزميلي خلفان العامري. كيفك يا خلفان؟ نشكر الله يا مشاعل، كيف أمورك؟ الحمد لله. كيف كانت الحلقات السابقة؟ أنا ما كنت موجود معكم. إيه، ما كنتوا موجودين. إيه، وسويتوها فيا، لكن ما قصروا المستمعين، يعطيهم الصحة والعافية وقفوا معاي وقفة. آمين آمين إن شاء الله. فزعة جميلة كانت والله. إيه. ما يخاف عليهم والله يبغى يزيد.
زين مشاعل أشلك معي والسادة المستمعين والروح كنا مع بعض نعرف الفائزين في حلقة الحلقة الماضية يوم الخميس ونبارك لهم أيضا ونبارك لهم إن شاء الله. وسؤال الحلقة كان يقول في أي محافظة تقع قلهات، والإجابة تقول في محافظة جنوب الشرقية. أكيد. والفائزين معنا مشاعل، خبرين عنهم. الفائز الأول طبعا خلنا نقول قيمة الجائزة 100 ريال، مقسم على فائزين 2 50 50 ريال. الفائز الأول سعيد بن خميس محمد الساعدي. استاهل استاهل استاهل، مبروك لسعيد بن خميس محمد الساعدي. والفائزة الثانية باسمة بنت علي بن سعيد العويسية. باسمة بنت علي بن سعيد العويسية، ألف مبروك. يستاهلوا سعيد وباسمة 50 ريال لكل منهم، وإن شاء الله عقبال المستمعين اليوم إن شاء الله. فقرة على وين إن شاء الله اللي راح تكون من فلج دارس بإذن الله. مستمعينا كل اللي حاب يشارك معانا ويفوز بمية ريال مقسمة على 2، ما عليه إلا ينتظر الفقرة ويسمع السؤال، وراح تكون الإجابة موجودة طبعا. صحيح طبعا، بتخبرهم الإجابة خلفان بإذن الله تعالى. هم بس ما عليهم اللي يركزوا على الكلام اللي راح نقولهم بعد إياه. يعني الفقرة هذه يعني يركزوا عليها وبنشدد عليها إن شاء الله إن شاء الله. خلكم على السمع عبر أثير وهواء إذاعة الشباب. الأصل بان الحر ما عمره يطيح، كم
الصربان الحر ما عمره يطيح كم لي تمنى ويوصلون والزين ما يأتي بهون حنا إذا نعشق نصون يا راعي القلب الشحيح عشقي أنا عشق الشيوخ ما فيه معنى للرضوخ ما عاش حب بلا شموخ هذا هو الحب الصحيح لا 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 تفكر أو تقول ماني على وصلك ميول ما دام عندك ألف قول خلك مكانك واستريح عشقي أنا عشق الشيوخ ما فيه معنى للرضوخ ما عاش حب بلا شموخ هذا هو شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151 وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456 وللمشاركة في سؤال فقرة على وين إرسال الإجابة على 90130 وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان شباب على الهواء شباب على الهواء شباب على الهواء وصلنا معكم مستمعينا لفقرة سوالف شبابية وسالفتنا اليوم سالفة يحبونها الشباب حبنا هبنا طال عمر الشيء هذه من حريم ما مال لنا أنا سمعت الشباب وايد يحبونها زين عاد اليوم أوكي أنت الحين تقولي إنه الشباب يحبوها أكثر عن بنات ها عاد اليوم متونفين أنت وعبد الرحمن وجلال يعطيكم صحة والعافية الله يستر من هناك إيش بتينا من الفلاشات الغاوية اليوم مستمعينا الكرام موضوعنا عن القيل والقال شي يقول يقول يا سامعي جنب عن القيل والقال احفظ سموعك عن ردي العلومي ولا تقرب الغيبة على كل الأحوال احذر تراها مثل عفن اللحومي والكذب خله لا يجي لك على بال امسك لسانك عن كلام السمومي وليا نزلت السوق والقلب مهتال غض البصر والعنبليس الرجومي اي أيوة والله غض البصر لا 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 اسمع انت ولان بليت الرجومي طبعا مستمعينا كلنا راح نكون بخير اذا تجاهلنا ثلاث سمعت وقالوا يقولون صحيح طبعا والقيل والقال هو مرض العصر يعني الذي لا يسلم منه الا من رحم ربي اكيد والمعضله الكبرى اذا انه يعني ما لحد الحين ما قدرنا نخترع له اختراع وعقار مقاوم لهذا المرض اللي الناس يعني موجود في نفوسها مغروس بدمها خلاص صار يتشكل جزء من يعني شخصيتهم طبعا مشاعل والمشكلة الأكبر من الكبرى هو أن الناس جالسة تسمع القيل والقال وتصدق وتأخذ بخاطرها ومدري هيك أيوه. وتسوي مشاكل عندها ردة فعل يفتحون آذانهم أيوه. ويسمعون يعني إشارات الاستقبال أول سمعت عاد الحريم الله الله وقالوا عاد تلقى أن آذاننا كذا تتبطل زيادة بعد شوي يعني وما نفوت ولا كلمة يعني مش إحنا البنات يعني كلكم حتى أنتم مستمعين يعني زين. تلقى يعني بعض الناس يعني ما تفوت ولا كلمة طبعاً. تلقاهم يعني يهزون براسهم يعني بإيماءات يعني أيوة صحيح صحيح نعم نعم يعني ويعني وتلقاهم بعد يضيفون يقولون أنا لاحظ حركاته يعني لاحظ حركاته خلفان توني وأنا يعني قاعد أتكلم جلال كأنكم قاعدين تسوون شيء يعني يصير يقولوا شيء من وراش وكذا يعني هذا بعد يعني الشك الزايد في الحريم مو سوي به يعني في الحريم يعني خلي حي يسمعونا كان حي الحريم بتيك هجمة قوية منهم مرتدة يعني طبعا مستمعينا موضوعنا لليوم عن القيل والقال وكل اللي يحب أن يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية على 90456 وعن طريق الاتصال من داخل السلطنة 24698151 ومن خارج السلطنة خلفان
من خارج السلطنة على 009-6824-69-8218. والإنستغرام وتويتر راح يكون عن طريق شباب راديو أمان. مستمعينا راح نقرأ تغريداتكم، راح نقرأ رسائلكم، بس خبرونا مدى تأثركم أنتم بالقيل والقال. مستمعينا، هل أنت من الناس أو الشخصيات اللي تتأثر أن سمعت حد تكلم عنها، حد يابلها كلام من أشخاص معينين قالوا عنها؟ تركز على حريم يعني عنها وحد يابلش كلام جمع عنهم عنها يعني ليش حاط لي على بروحش ما يعني مستمعنا العزيز، سمعت أن الشباب يتكلمون عنك، أنت قاعد كذا فلمة حلوة. لا شباب، يقول الشباب كامل يعني عاد ما بقلت تخصص على حريم. أنا بيخصكم يعني أنتوا إن فطرة في الحرمة خلاص كيف نركز على الحرمة. لا يعني لا حرام عليك، يلا نحن ما نرضى أيضا في الحريم يعني. صح إنه الحريم يعني أكثر، ولكن طيب خلنا نسألك، لابد نكون متوازنين. خلنا نسألك هالفان، أنت كيف تتعامل مع الشخص اللي يعني صاحب القيل والقال اللي ينقل لك ويجيب لك يعني كلام؟ اللي ينقل لي أي كلام أول شيء، ينقل لك أي كلام يعني شخص تكلم عنك هالفان. أنا سمعت يقولون قريح هالفان. خلنا سنأخذ المكالمة هذه عقب نرد. زين بجاوبش من خلص المكالمة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. وعليكم السلام، اخبارك؟ الحمد لله. يسعدك الحال. من معانا؟ عدنان راشدي معك. عدنان، كيف حالك يا عدنان؟ الحمد لله طيب. من وين تكلمنا؟ من حاليا من عبري. من عبري. ان شاء الله تكون اجازه جميله قضيتها بصحبه الاهل. الحمد لله والله. الحمد لله. من هين راشدي؟ من كانك من صوب زكي؟ من نزوة والله. من نزوة ما شاء الله. لا من هنا. إشارات قريب ما شاء الله عليك. قريب ما بعيد، قريب كله داخلية. حياك حياك راشدي. قال الشباب، قال يقول قيل والقالة. إيه وأنت شو تقول؟ لا أبوي، كمعروف مع أسرار العصر الحريم. سمعتك إيه؟ سويت فلانة. سمعتك إيه؟ فلانة. نعم من نقبها. نعم من نقبها. نقبها لا. طيب يا عدنان، خبرنا يعني أنت كيف تشوف مدى انتشار هذه الظاهرة في محيطك، الناس اللي حوالينك؟ والله انتشارها كثير طبعا. أنا أعتبرها ظاهرة غير حضارية. وبعدين اللي يسمع اللي قال وقال فلان، أنا هذا الشيء ما أعتبرنا دخل من هذا الأذن وطلع من بالأذن. جميل، هو هذا الكلام السليم، هو هذا الحل الأنسب. اللي يبغى يسمعني شيء أو اللي حاب يقول لي شيء خليه يجي يقوله فويه. طيب عدنان، احنا يعني يحز في قلبنا ويعني يزعلنا لما تشوف شباب توهم طالعين يعني توهم صغار تلقاهم قاعدين يمتهنون هذه المهنة، يعني انها مسألة القيل والقال بين الشباب بين الاهل، يعني لدرجة ان يعني صلة الارحام انقطعت بسبب القيل والقال فلان تكلم. احنا كشباب من دورنا يعني كيف نقدر ان نحد من هذا الاشكالية اللي صايرة؟ نحد من هذا دورنا احنا اساس الاخبار، يعني اذا نسمع الصغار يقولون أو الشباب هذا يعني إحنا نوقفهم. جميل. ياخم يعني إيش اللي يثبت لك إن هذا قال وهذا قلتان عشان قطع الأرحام، عشان لازم نوقفهم عندهم، إن إحنا ما نسمع منهم. إذا شوفونا إحنا، أنا ما سمعت، الثاني ما سمع، الثالث ما سمع، أكيد هم بكرة ما بيجي يقول يا أخي هذا ما يسمعني، ما شاء الله بدقة. حلو، إذا ما لقوا حد يعطيهم وجه يعني في ال... فعلا. أيوة. لابد لكن إذا هو يجي يقول لي وأنا أسمعه والثاني يجي يقول لي وانا اسمع وانا ولا، وبعد ذي حطر. عدنان طبعا، اذا مثلا انا تعرضت لشخص مثلا قال لي انه سمعت فلان يقول عني كذا وكذا، انا ما استجيب لهذا الشخص، اقول له لابد اني اتحرى من الموضوع في البدايه، لابد اني اتحرى من الشخص اللي هو صدر منه هذا الكلام، اواجهه هل انت قلت عني هذا الكلام، لانه فلان جاني وقال لي كذا. فبعد ما اتحرى من الموضوع واتاكد من صحته، بالتالي انا اقدر احكم على الموضوع صدقا من كذبه، فما اتسرع في مثل هذه المواضيع. وما يكون في عجلة أيضا. عدنان، أكيد أكيد، أو إنه إذا يحب يقول لي خلي فلان، إذا سمعت من مين فلان خبره خلي يجي يقول لي فوجي. حلو. عدنان في رسالة تقول مشاعر لسألي خلفان، يقال بأنك ستكون غدا في إحدى الجامعات ضيفا في إحدى الفعاليات، ما مدى صحة الكلام؟ شو رأيك نسأل خلفان؟ خلفان يقولون يعني خبر منتشر أنك راح تكون يوم خبر كذا زين، يلا خلي ينتشر. لكن إذا خبر ما زين ولا واحد جايب لي كلام ما زين، زين أنا لابد أن أتحرب الموضوع. فعلا كلام سليم، بكرة إن شاء الله راح أكون في جامعة نزوة ضيف بإذن الله تعالى في فعالية معهم. كل التوفيق لك إن شاء الله. آمين إن شاء الله جميعا. تحياتنا لك يا عدنان. تحياتنا لك يا عدنان، وشكرا لمداخلتك الجميلة. الله يسلمك. شكرا.
طبعا مستمعينا صاروا أصحاب القيل والقال، يعني مثل السيل الجارف يحطم السدود، يحطم الخصوصيات، يهدم يعني أسوار كثيرة، شؤون شخصية، ينتهك خصوصية ناس، يعني تلقاهم ناس مصابين بمرض التطفل حول الناس اللي حواليهم، يعني كله بس يحبون ينبشون الأخبار، يعرفون يعني زين. سالي سؤال مشعل، يعني عارف السالفة هذه ابتسامتك وراها شيء سؤال غير ويختر من دياي. مو سر يعني في هذا الشيء، إيش اللي يدفع الناس إنهم يحبوا ينقلوا الأخبار ويحبوا إنهم يعني كما يقول العمان يواشيوا انت بتقول كلام كبير كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. اول شيء لما تيجي تشوف، انا من وجهة نظري اشوف ان السبب يعني من تربية الشخص من يوم كان صغير، كيف تأسس، كيف تربى. إذا هو اتعود ويعني أو كبر على أساس أنه هو ينقل كلام يسمع أهالي في البيت، يقولون سمعتي فلان يقول، الولد يعني يخبر أمه فلان كذا يقول، فلان ما أعرف إيش، يعني فالطفل يكبر على هالشيء. ولابد من تعويد الأطفال على هذه المسألة، أيضا غرس هذه الثقافة في الطفل منذ صغره. تعرف مشاعل، يعني احيانا انا اروح مثلا البيت زين ويجيني اخوي الصغير يقول لي خلفان تعال، ويصف لي كم سالفه زين مرتب انها مبزر انها وطابخ انها عدل يعني، وبعدين يجي يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ربما ان نحن نهمل هذا الموضوع، لكن نحن اذا مثلا علمنا هذا الولد انه حاول ما تنقل الاخبار زين، الشيء الزين انقله، لكن الشيء ما زين حتى ولو كان يعني صحيح ما تجلس تنقله يعني. بالفعل، والجميل ان طالما ان الطفل جاك وتكلم لك، يعني حاول يعني احتويه، قول له يعني فهمه طبعاً. ان هذا التصرف يا بابا ترى غلط، اللي قاعد تسويه غلط، يعني خلاص سمعت لا تقعد تجيب لي كلام، انا ما احب اسمع، انت لا تسمع، لا تقعد تجيب وتاخذ كلام. وطالما اني انا وجهت هذا الطفل زين وعلمته وكررت هذا الموقف في عده مرات وعده مواقف، انه يا ولدي يا اخوي زين لا تسوي كذاك زين لا تجلس تنقل اخبار، فصدقيني مع لما يكبر هذا الانسان صدقيني انه بعدين راح تصبح ثقافه في داخله انه هذا غلط. بالفعل. عمليه نقل الاخبار والقيل والقال هذا غلط، فانا احاول اني اجتنبه. كيف عملية نقل الأخبار بينكم أنتوا الأولاد؟ فيها يعني؟ بين وبينك نحن ما ندق راس حل الأمور. هي زين. طيب. يوم بيجينا واحد من الشباب يقول مثلاً عن كذا كذا كذا، نقوله طيب زين أنت أول شيء هذا الكلام اللي جبت لي إياه هل ينفعني بشيء؟ زين يقول لك مثلاً ينفعك يمكن عشان تتحذر وكذا، هل يضرني بشيء؟ يقول يمكن يضرك. قل طيب إذا كان ينفعني ويضرني، أنا أتحرى الموضوع من صاحب العلاقة يعني. حلو. ولكن إذا كان لا ينفعني ولا يضرني ليش أعور راسي؟ خلاص خلث الكلام حالك ولا تقايبني عليه. جميل. وناخذ مكالمة جمعنا دابي خلفان. خذينا. ألو. حياك الله الله جمعنا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك خلفان؟ كيف حالك أخت مشاعل؟ الحمد لله. طيبين والله. مو أخبارك طيب؟ الحمد لله. يوم أنتم طيبين نحن طيبين. الحمد لله. من زمان ما التقينا هي أنت. والله انا موجود لكن في بعض الاعمال يعني. يلا موفق موفق ان شاء الله. انت موجودين اليوم تتكلم على القيل والقال. على القيل والقال هذا معروفه، هذه الاشاعه دائما، هذا العامل دائما موجود. هو موجود زين، هو موجود لكن الانسان يكون يتحذر عنه. يتحذر زين. كيف بين الشياب موجود هذه سوالف القيل والقال؟ الشياب له قيل وقال، لكن اختلاف مع الشياب غير عن التو يعني. إيه؟ ذاك كل هرب صرفه هذاك اول. أيوة. واليوم تغير الجو. اول يقول لا ما نتغير الجو اليوم، سالفه بأول الشياب يقولوا بها يعني، يقول لك حدث في السنه الفلانيه كذا 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 كقصة عنه زين. لكن اليوم اما تقول انت قيل وقال، لما انا اجي اجلس عند لمه موجود عند لمه بشيل عند آلة فلان كلام غير يعني غير منطقي. غير منطقي. أيوة. وأجيبه عند ناس ثانيين ويقول إن أنا يعني قلت لهم إن أنا قائل، أو هم يقول إن أنا ما قائل. يعني الناس إذا صدقتني كان معناته إن شحت الكلام، وإذا ما صدقتني كان معناته ما شحت. لكن حد منهم الناس صدقوا، أنا أجيب المقال وأروح عنهم أقول عندكم إن أنا قائل، أنا سمعت الصراحة. أيوة. جمعة أنت تتأثر بالقيل والقال إذا حد قال إنه تكلم عنك؟ أنا لحد أول أتأكد 100% قبل. ليش أتأكد؟ لأن ما صحيح الكلام يعني. بالفعل صحيح.
هي لأن حدث، لأن أنت سمعت إنسان قال عنه في بعد مدة قال أنا ما صدق الكلام هذا، مع تجي أنت تحذرت من الشخص هذا. لابد أن إحنا نتحرى يعني. أيوة. ونكون دائما ما نخسر ناس بسبب وشاية أحد الأشخاص أو أحد. أيوة. الأشخاص نقل عنه. يعني الأولاد المفروض عنده جبت ثلاثة الأولاد. أي الأطفال الصغار. أيوة. الأولاد أنا مثلا ولدي إذا جاب لي سالفة ما مثل سالفة مثل قايل فلان وفلان، يعني كقصة أسمعها مثل قصة، لكن مثل قول قايل فلان ولا فلانة طبعا أنا أفكت فيها من قايلك وليس سمعتها نوجه لا تجيب السوالف بالفعل تتحرى في الموضوع وتنصحه أيضا نوجهه. أيوة لأني لو ما نصحت هذه المرة بيعيدها ويكررها مرة ثانية. طبعا طبعا ودائما أنت يمكن تتكرر هذه المواقف فأنت. أيوة. ما عليك إلا أنك توجهه في كل مرة. ايوه لانك توجهه وتقول انه مره ثانيه لو قلت له هذا الكلام راح اضربك او راح اعاقبك على هذا الشيء. ايوه حتى هو يكون ياخذ عبره لغيره ولزملائه. جميل. لانه يكون ما يشل ان انا ابوي لو شلت له الكلام معناته يضربني او يعاقبني. جميل تحياتنا لك يا جماعه النداب. مشكور الاخ فان ومشكور الاخ مشاعر الله يسلمك ان شاء الله بالصحه والعافيه. امين امين ومشكور الاخ جلال يعطيك الصحه والعافيه. شكرا. يقول لك أحد الصالحين جاءه رجل فقال له أود أن أقل لك أنقل ما يقول عنك في فلان، فقال له قبل أن تنقل ما يقول عني فهل في ما يقول؟ قال لا. قال هل سينفعك ما تنقله لي؟ قال لا. قال فهل سيضرني قوله؟ قال لا. قال الرجل الصالح إذا لم يكن في ما يقول ولا ينفعني قولك أو يضرني صمتك فما فائدة قولك. لو إحنا تعاملنا مع هذه المواضيع مستمعينا بهالطريقة يا خلفان، لو يعني ما عطينا مبالاة وما عطينا أذان صاغية للناس اللي تقول يقولون وسمعنا ويتكلمون كنا إحنا بخير، وكنا أصلا علاقاتنا مع بعض بتكون علاقات جدا راقية. هو أحيانا مشاعل يكون هذا هذه فطرة داخل الإنسان أحيانا من باب الغيرة بعد تطلع ربما إني أريد أحقق مصلحة معينة. زين أنا لغرض معين أجي عند يلال وأتكلم عن مشاعل كذا 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 زين حتى اني مثلا احقق مصلحه معينه مع من مع جلال. أيه؟ على حسابك انت. فهي تصير بهذه الطريقه، وربما قد تكون ايضا فطره داخل الانسان، بمعنى انه انا خلاص تعودت على هذا الشيء من الصغر، وانا عندي حب اني مثلا اطلع كلام وايضا يعني اغار من فلان وايضا اسولف عن فلان واجيب سالفه من هنا واودي سالفه من هنا، فتحصلي هذه موجوده في داخل الانسان. زين فما يستطيع انه يتخلص منها بسهوله، وصعب انك انت تغير مثلا هذه الاطباع الا ان نحن نحاول لو عرفنا احنا قيم عاداتنا الاسلاميه وديننا الحنيف كنا شويه راح نرتقي بكلامنا بحواراتنا مع بعض بامور بتعاملاتنا الشخصيه في كل الميادين في كل المجالات. طبعا طبعا. ومستمعينا الكرام طالعين معكم ان شاء الله فاصل اعلان كذا صغير وراجعكم ان شاء الله. شباب على الهواء على الهواء يا شباب كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. مسابقة التصوير نصون عماننا الجميلة تعتزم بيئة بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي تنظيم مسابقة للتصوير الضوئي تتضمن محورين، الأول جمال الطبيعة العمانية والثاني أثر النفايات على صحة الإنسان والبيئة. لمعرفة تفاصيل شروط المشاركة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة bia.om أو إرسال استفساراتكم على photocom@bia.om. مع التوفيق لجميع المشاركين. 15 مليون ريال عماني. 15 مليون ريال عماني. 15 مليون ريال عماني. بل أكثر من 15 مليون ريال عماني حققت أحلام العديد من زبائننا. والآن جوائز يومية وأسبوعية، وفر اليوم لتربح كل يوم. اتصل اليوم على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. السفر
للأغذية تقدم لكم نقانق الدجاج الحارة الجديدة من الصفا، حارة ومعدة من أجود وأنقى المكونات الطبيعية والنكهات. نقانق دجاج الصفا الحارة لذيذة على كل لسان. احتفل بعشر سنوات من الطعم الشهي وعيش حياة صحية. نقانق دجاج الصفا الحارة تجعل مناسباتك ممتعة. الصفا وش صار؟ هالطعم جنني، هاللذة تسحرني، حلوى الديواني يختار حلوى، هذا الحلا ما صار في طعمها تحتار، الديواني يختار. وش صار هالطعم فعلا غير، الأول أكيد يصير الديواني بختار. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. حياك محمد، أخبارك؟ أوه ما شاء الله أشوفك فرحان. هي نعم، ما بس فرحان، أنا طاير من الفرحة. زين عاد خبرني، خليني أفرح معاك، مو مستوي. تصدق إن اشتريت البيت اللي كنت أحلم فيه بس في 5 أيام؟ ما معقولة، تحسبني ما أعرف قراءة القروض الإسكانية وتعقيداتها. أنت الظاهر ما زرت بنك ظفار، لأنك تروم تشتري البيت في 5 أيام بس. أمش تجهز كل المستندات المطلوبة وأمورك طيبة مع بنك ظفار. يلا روح قدم واشتري بيت واعزمني الأسبوع الجاي. مع القرض الإسكاني من بنك ظفار يمكنك امتلاك منزل أحلامك بأقل سعر فائدة خلال 5 أيام فقط. اتصل اليوم على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. تطبق الشروط والأحكام. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. واتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، صرنا نحول فلوسنا ونخلص معاملاتنا من أي مكان، في البيت، في المقهى أو على الشاطئ. الحياة صارت سهلة ومختصرة، اختصرها أحسن وريح بالك، وانهي معاملاتك الإلكترونية وانت في مكانك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. شاهد قصة الحياة اختصار على الهاشتاج اختصرها أحسن. مهما يقولون مهما صار مهما تم، مهما يقولون مهما صار مهما تم، انت البدايات واخر ساحل ومينا، انت البدايات واخر ساحل ومينا. مهما يقولون مهما صار مهما تم، مهما يقولون مهما صار مهما تم،
شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456. وللمشاركة في سؤال فقرة على وين، إرسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو عمان. شباب على الهواء. شباب على الهواء. شباب شباب على الهواء. شباب شباب على الهواء. اختيار جميل لمحمد عبده، مهما يقولون مهما تم في البداية. جلال عنده كذا إحساس راقي يعني. بالفعل يفاجئنا بالانتقاءات اللي ينتقيها طبعا اليوم عبد الرحمن. وابختك يا خلفان وابختك. عبد الرحمن اليوم موجود هناك، إن شاء الله كذا تكون جمعة حلوة بينهم بإذن الله. يلا بإذن الله تعالى. وإحنا نقول مهما يقول مهما يقولون ومهما صار، مستمعينا أنتوا غالين علينا وما نسمعنا، احنا ما نسمع كلام الناس. وما عليكم من القيل والقال وكذا والامور هذه، خلكم مع السما، خلكم مع شباب على الهواء. ونروح للتغريدات اللي وصلتنا على تويتر. اولى التغريدات مستمعينا من رقية ناصر تقول: مساء جميل بمواضيعكم الاجمل، مساءكم بعيد عن ضجيج القيل والقال، مساؤنا معكم يفوق الخيال. كذلك تمهيدة طلعت من القلب يا بكرة. طبعا رقية كل هذا حل خلفان بكرة بيكون معاكم هالهلا في عاد جامعة نجمة إن شاء الله. زين، هي من الجامعة. ولد الرستاق يقول: بساء الورد لأحلى إذاعة، منورين شباب. والله أنا من النوع اللي ما يهتم للقيل والقال، كلام الناس ما يقدم ولا يأخر من الأمر شيء. كلام سليم مثل ما قال جورج وسوف، أتوقع كلام الناس لا بيقدم ولا آخر. صح صح جميل. ولد الرستاق يقول بالمختصر: خليك إيزي، الدنيا تمشي تحياتنا بالفلوس لك. بالفلوس ها تمشي بالفلوس ما بكلام الناس. تحياتنا لك يا ولد الرستاق، الدنيا تمشي بالمعاني الجميلة بالأخلاق الطيبة بوجودكم الطيب بيننا. يقول لا ولد الرستاق: مثلث الرعب، تحياتي لكم. أهم شيء خلفاني يلطف جو البرنامج بلهجته الممتعة. حتى أنت مشاعر لا تزعلين، بعد لهجتك حلوة بس مو بكثر خلفان. عجبتني هاي. والله كلام كبير يا ولد الرستاق. جلتم طواغيت. كل شكر لك يا ولد الرستاق. سليمان العاصمي يقول: مساء الورد، تحية لطاقم البرنامج المميز، مواضيع شيقة تستحق الاستماع ومفيدة لإفراد المجتمع جميعا، شكرا لكم. شكرا. من سليمان العاصمي. شكرا لك سليمان العاصمي. وروح البداوة تقول: مساء النور، لو أن كلام الناس مهم ما كانت تحياتنا لك يا روح البداوة. طبعا كلام الناس تقول طاف. سنيدة شكيلية: تحياتنا لك يا سنيدة. طبعا بعض المصطلحات احنا ما نقدر نقولها بعد على الهواء، يعني مهما يكون الأذان اللي تسمعها لها كل احترام. سليمان العاصمي يرجع مرة ثانية ويقول: القيل والقال أصبح منتشر كثير مع بعض الناس، ويهتموا بنشر الفتن مما يجعل التفرقة والزعل والخصام. المستمع بصمت، سليمان العاصمي. تحياتنا لكل اللي قاعدين يسمعونا بصمت مستمعينا. ونروح شوية ل90456 ونشوف. يقول رسالة من سالم الرقيشي يقول: أولا أقول مساء الخير، القيل والقال هذا يهدم جبال، من فضلكم أريد أسمع عليه بالرغة. تحياتنا لك يا سالم الرقيشي. مساء الخير أستاذة مشاعل، صوتك يرد الروح، يا ريتك تقدم البرنامج بروحك. محمد تحياتنا لك يا محمد، لكن مالي غنى عن مالي غنى من زملائي طبعا، أخواني الموجودين عزيزين وغالين يا جلال، ما نستغنى عنكم. ناخذ عمر الشحي. عبد الله الشحي. عبد الله الشحي مرحبا. السلام عليكم. حي الله. مرحبا. السلام ورحمه. مساء الخير. مساء النور. نور السرور ان شاء الله. اخباركم طيبين؟ كيف تشوف؟ الحمد لله بخير. والله مشكورين على البرنامج الحلو اللي تسلوا فيه الشباب.
وصراحة أنا مصر كم يوم أتصل وما استقبل رد. الله يسلمك إن شاء الله. حاول حاول إن شاء الله بتحصل، ويوم حصلت وهذه من وين فرصة عبد الله؟ أنا من ولاية خصب، محافظة مسندم. من محافظة مسندم من خصب، كيف الأجواء معاكم؟ والله الأجواء حلوة. جميل، حلو، حلو. لابد لنا زيارة صوب خصب. إيه، إحنا يبان نطالب مديرة الإذاعة أن إحنا نخرج حلقة من هناك يوم الأيام. والله زين، تعالوا تفضلوا. ان شاء الله باذن الله. عاد رتبوا لنا مكان غاوي، ها زين، عشان ما نجي هناك مطلع البحر. جميل، انا ما اقدر اجي. خبرنا يا عبد الله موضوعنا لليوم، سمعته؟ والله سمعت عن القيل والقال. اي ايش رايك بالقيل والقال؟ انا صراحه ما يعجبني واحد يتكلم على فلان قال وفلان سوى فلان كذا، لو بغي شيء حق واحد وحلف بها يعني تعطيه بها، ما يصير تتكلم على واحد يعني ما زين الكلام. طبعا بالفعل. طبعا بالفعل. ونحن في هذا المجتمع الحين في الاجيال يعني كثير من الناس يعني يتكلموا عن الناس بالفعل، يعني فلان سوى فلان كذا قال فلان كذا سوى بالفعل، خاصه يعني خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب وتويتر الفيسبوك وغيره. أيوة. يعني ساهم بشكل كبير، يعني أصبحت يعني الطريقة اليوم ممهدة للورود يعني كثير. عشان انتشر هذا الموضوع بالفعل. اليوم بدل ما أنا أيوة. أول يحتاج لي لحد ما أوصل ذاك الشخص وأكلمه وأخبره عن الموضوع، اليوم برسالة، اليوم بالواتساب، اليوم أصير أنشر في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا تويتر، مسألة بسيطة يعني جدا. صحيح بس الحين مجرد تتكلم شيء مرة بالواتساب، الحين في ظاهرة جديدة، مثلا انت تتكلم على فلان يسوي لك مقطع من الواتساب صوت عشان يسمعك الفلان تتكلم على فلان، في ظاهرة صوت في هذه الحالات. وطبعا هذه ظاهرة غير صحية، وايضا ربما قد تكون احيانا مخالفة للقانون، وايضا القانون يعاقب على مثل هذه المقاطع التي يتم نشرها وتداولها، ويتم تداولها عبر الواتساب او اي وسيلة تواصل اخرى. صحيح. خبرني يا عبد الله، انت تتاثر بالقيل والقال اذا فلان ياك وتكلم عنك وقال عنك؟ والله صار معي من مره كيف تصرفت مع الموضوع؟ الو الو، ظهر ان في مكان ما في ارسال، انقطع الخط. جلال انقطع الخط، تحياتنا لك يا عبد الله الشحي وعلى مداخلتك الجميله. ونقرأ معاكم الرسائل والتغريدات في الانستغرام وتويتر اللي وصلتنا. نروح لتويتر. مشاعل يقول الظاهرة منتشرة، زين الظاهرة منتشرة بس مو بشكل كبير، لأن الناس خلاص يعني صارت واعية، ما في حل غير طنش عش تنتعش. كوثر البحري، تحياتنا لك يا كوثر. زين، بس هي الظاهرة موجودة، يعني نحن ما نقول ما منتشرة، منتشرة بأمانة. اليوم ربما قد نقول إن ما يمر يوم من الأيام اللي إنك أنت تسمع فلان قال ولا سمعت ولا شيء من هذا القبيل. بالفعل. وهذا الكلام يعني نحن واقع جالسين نعيشه، يعني نعيشه يوميا، لدرجة إن أصحاب القيل والقال مستمعينا صاروا يتصدرون المشاهد الاجتماعية بدل أصحاب الثقافات الحقيقية. ومع ما ننكر إن أحد هذه الأسباب هو وجود تربة يعني تتقبل هذا الزخم وهذا مثل الزرع الخبيث هذا الموجود واللي قاعدين يتداولونه. طبعا، وحتى إذا كان مثلا أحد نقل لي كلام، أنا وكان ذاك الكلام صحيح، فأنا أحاول أني أعامل ذاك الشخص يعني بما يظهر لي، إنزين، وليس بما سمعت عنه، يعني مع الاحتفاظ بالموقف. هذا الموقف أنا أحتفظ فيه لحد ما أوصل للشخص اللي صاحب العلاقة، بعدين أنا أتحرى الموضوع مع صاحب العلاقة، وإذا كان أيضا أي كلام يعني يخصني فأنا أتحرى منه وأعرف كل شيء. وبعيدا عن القيل والقال، تحياتنا لفيصل العلوي يقول يوم أسمع خلفان كأني جالسة أتغدى يوم الجمعة مع الأهل، ونشوف عنوان في أسبوع. تحياتنا لك يا ود الخالة. شكرا. ناخذ المكالمة، نقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين؟ شكرا الله طيبين. وانقطع الخط مستمعينا، ما قدرنا نسمع ونعرف، يمكن هو أيضا نفس الشيء، صوت يعني كذا في مكان ما في مكان غير مناسب. نروح شوي للإنستغرام مستمعينا ونشوف. طبعا شكرا للميس بنت بدر الحسني على الرمزية اللي عملت لنا إياها، ومن إحدى من أولى الرسائل تحياتنا ليوسف الحضرمي يقول والله أسمع من هنا وأطلع من هنا، ما أخذ كلام ما أخذ على كلام الناس غير ما
أشوف بنفسي. تحياتي لكم، برنامجكم مشوق، ربي يحفظكم يا رب، ربي يحفظك. رقية ناصر. رقية تقول: لا، ظاهرة منتشرة عادت بالكثير من الخسائر في الكثير من العلاقات الإنسانية، ولكن يجب على الشخص لا يصدق كل ما يسمع ولا يسمع كل ما يقال، وعليه ألا يلقي بالا على كل ما يصله من كلام، والقيل والقال طبعا سلسلة لا تنتهي، وعلينا التعامل مع هذه الظاهرة بالكثير من الحذر أحيانا والتجاهل في الكثير من الأحيان. أبي حساس أكثر. خلاص عليها المجال، يعني إحنا اندمجنا مع القيل والقال ومع الردود الجميلة والمداخلات من الشباب الجميلة طبعاً. اللي قاعد توصلنا. في رسالة تقول: للأسف الشديد هذه الظاهرة خربت علاقات زوجية وشتتت الأبناء وقطعت صداقات وضيعت زواج بعض البنات. يجب على كل فرد أن يتأكد بنفسه من الخبر ولا يصدق ما يتداوله البعض حتى يقطع الشك باليقين، ولابد أن إحنا دائما نستند بديننا الحنيف دائما في كل طبعاً الأمور طبعاً. مستمعينا، وما نستعجل أن نصدر أحكام على ناس، يمكن نندم على التصرفات اللي إحنا نسندها. تحياتي لكم، يقول المخرج المتألق جال الخبيطي. ونروح كذلك لتويتر مرة ثانية. و زين شوية فوق مشاعل شو يقول. وصلنا عند رقية تقول: إن أطلق ذلك الشخص السهم بكلامه ولم يصبني فأنت غرست هذا السهم بنقله لي. بالفعل. قول حكيم لشخص صحيح. نقل له الكلام. علي رواحي علي اليعربي على انقطع الخط مع علي. ما أدري إيش مشكلة المكالمات جلال اليوم معنا. يلا خير ان شاء الله. الضغط على الشبكه. وخالد الجهور يقول: ما كل ما يسمع من الناس ينقال، اكثر كلام الناس مثل الدعايه، اسمع ودعت تسلم من القيل والقال، لو قلت كلمه طورها طوروها حكايه. بالفعل صحيح. ما تكبروا الامور. سراب المعمري تقول: برنامجكم جدا جميل وممتع، يضحكني بطول الطريق ما احس بوانا سوق. درب السلامه ان شاء الله لك، وان شاء الله كذا نكون خفيف خفيفين على قلوبكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا. ابو ماجد يقول: كيف ما وضع. تحياتنا لك يا ابو ماجد. ابو محمد خلينا ناخذ مكالمه. سليمان العاصمي نتابع بصمت مرحبا. ونسمع صوتك يا سليمان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا سليمان. كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ الحمد لله تمام. شو أخباركم؟ أخباركم جميل جدا جدا بمعنى يعني. الله يخليك، وجودكم الأجمل طبعا. أنتوا حاطين على خلفان شوي شعلي. خلفان ما عليك منك. أنت ما تشوف إيش قاعد يسوي. ترى سليمان أقول لك تراهم ما حصلوا هناك غير ذيك المقاطع مع الخلفان، لأن خلفان تعرفنا اسم واجب. سليمان والله ما عليك منك. خلفان ما عليك، بس خلي نطلع دعاية إعلان بس على طول هو يطيح علينا. كلكم مميزين مكملين في البرنامج بمعنى يعني. الله يخليك. ما عليك زود. شكرا سليمان. طبعا القيل والقال هذه عادت ما شوية واجد. ايه. فدائما انت خليك يكون عندك ثقافة اول شيء. والشيء الثاني انك لا تجلس تفكر في الكلام اللي سمعته. صحيح. ورابع شيء اذا انت فكرت في هذا الشيء وجلست تسمع القيل والقال، طبعا اذا انت انا ارضاها لنفسي برضاها لغيري يعني. الشيء لا ترضي لنفسك ولا ترضى لغيرك أول شيء. وثانيا عند الأطفال دائما إحنا نعطيهم توعية في هذه الأمور، ودائما نحفزهم على الشيء الإيجابي. أهم شيء الأطفال وبداية غرس هذا الموضوع. أيوة. من الصغار. عندي هي عندي حكمة واحدة بس أقولها. يقول لك عقول البشر ثلاثة. يقول لك عقول عظيمة تتكلم عن الأفكار، وعقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، وعقول صغيرة تتكلم عن الناس. العقول الصغيرة هي إيش؟ تتكلم عن الناس. تتكلم عن الناس. أيوة. جميل جميل يا سليمان العاصمي. وإحنا كل ما غرسنا في أولادنا منذ الصغر إحنا ساهمنا في إنشاء جيل واعي، جيل مثقف، جيل بعيدا عن القيل والقال، بعيدا عن النميمة والغيبة، بعيدا عن كل هذه الأمور. لأن أشوف أختي مشاعل في أوقات مثلا في ناس كبار السن، كبار يعني إحنا نعتبرهم أهالي الأولاد. نعم. يتكلموا عن أشياء في هذه الأمور مثلا عن فلان وعلان عن جاري عن ما أعرف إيش. الطفل يستمع. فرقة عائلية يعني، والطفل يسمع، والطفل طبعا عقله إحنا نشوفه أكبر عن عقلنا إحنا أكيد يعني. صحيح أكيد. يستوعب أكثر. فدائما أصبحت من هذا الشتوت أصبح فيه تفرقة، أصبح فيه زعل، أصبح فيه خصومات عوائل. صحيح. يعني أصبح أشياء كبيرة، فإحنا دائما يكون عندنا توعية في هذه الأمور، أن خلاص ناس واعية
تكون تبعد عن القيل والقال. وفي الشيء الثاني دائما انا انت اذا سمعت شيء وحاجه واجه الطرفين يعني وجه بوجه يكون افضل يعني عن القيل والقال ولا ارسل رسائل من نوع من نوع. للاسف يا سليمان بعض العوائل وبعض يعني الاسر لدرجه انها تزرع هالشيء يعني السيء في ابنائهم وترسلهم مثلا لبيوت اولاد عمهم لبيوت اخوانهم اسمع شو يقولون وتعال خبرنا شو قاعدين يسوون بس يعني معك يا سليمان. لا لا الامور طيبه ان شاء الله من تقدم وتقدم في البرنامج نعطي المساحه للمستمعين الثانيين نستفيد منهم بعد ان شاء الله. اكيد اكيد يا سليمان تحياتنا لك ودروب السلام لك. شكرا لك وتحياتي. شكرا شكرا. ممكن اغني؟ لا ما ممكن. ايش رايكم مستمعين احنا وياكم بعيدا عن القيل والقال شويه تستاهلون نروح شويه نتمشى في اللاند روفر الخضر مالنا اشتقنا له اربع ايام عاد خلفان اربع ايام هي وخلنا زين هنشلهم نروح فلج دارس. فلج دارس روحنا يلا بسم الله. وصلنا الحين محافظة الداخلية تحديدا ولاية نزوة. على وين؟ على وين؟ وكل اللي حاب يشارك معنا في فقرة على وين ويسمع للفقرة ويجاوب على السؤال اللي رح نطرحه في الأخير وبكرة إن شاء الله رح يتم السحب على اثنين فائزين اللي جاوبوا الإجابات الصحيحة قيمة الجائزة 100 ريال مقسمة عليهم بالتساوي. تشتهر السلطنة منفردة عن العديد من الدول من نظام الأفلاج الذي يتقنه العمانيون منذ القدم وهو نظام يعتمد على استخراج المياه من باطن الأرض وتصريفها في قنوات لتمتد لمسافات بعيدة يستفاد منها في الكثير من الاحتياجات. وقد تميزت السلطنة بالعديد من الأفلاج في مدنها وقراها حتى لا تكاد تخلو قرية أو مدينة من الفلج وذلك نظرا لحاجة العمانيين قديما إلى هذه الأفلاج في الزراعة وغيرها من أعمال الحياة. ويعتبر فلج دارس الشهير بولاية نزوة من أكبر الأفلاج بالسلطنة قياسا لكمية مياهه المتدفقة وطول قناة التصريف التي قد تمتد لمسافة 5 كيلومترات. والإجابة المستمعين راح تسمعونها الحين في الفقرة إن شاء الله. يقولكم ما يبدأ فلج دارس من منطقة متوسطة من الوادي الأبيض في شمال مدينة نزوة جنوب بلدتي كمه وتنوف وهو يتكون من ساعدين أساسيين هما الساعد الصغير والساعد الكبير حيث يبلغ طول الساعد الصغير 190 مترا ويقع على الجانب الأيمن للوادي الأبيض حيث يلتقي وادي الهجر مع وادي المصلى وقد سمي بهذا الاسم لأنه الأصغر ولأن مياهه قليلة قياسا بالساعد الآخر. ولقد جرى ترميم هذا الساعد وتغطية فرضاته فتحات التهوئة ورفعت بمقدار 1.5 فوق مستوى الأساس للوادي وذلك حماية له من مياه السيول والحصى الكثيرة في المنطقة والتي تجرفها المياه بسرعة تبلغ أعمق الفرضات نحو 16 متر عند أم الفلج. أما الساعد الكبير فيبلغ طوله نحو 101.7 كيلومتر ويقع على الجانب الأيسر للوادي الأبيض بجوار طريق نزوة عبري وهو يتكون في جزئه العلوي من 3 سواعد. والسواعد هي ساعد كما في الشمال وساعد الوادي في الغرب وساعد الجبل الأخضر في الشرق وهو أهمها حيث يخترق هذا الساعد طريق نزوة عبري ليصل حتى سفح الجبل الأخضر وتبلغ أعمق الفرضات هناك نحو 20 متراً.
لا تأتي أهمية فلجدارس من كونه الأكبر في المنطقة فقط، بل ربما الأهم على صعيد السلطنة، وقد أصبح رمزا للعطاء والحيوية في ولاية نزوة، واقترنت به أحداث المنطقة. أكيد، ويروي هذا الفلج نحو 60,000 نخلة، إضافة إلى أنواع المزروعات الأخرى وأهمها أشجار الفاكهة كالحمضيات وبخاصة الليمون والصفرجل والنارجيل والمانجو والموز والتين والخوخ والمشمش وزراعة قصب السكر. وكذلك زراعة الخضروات بأنواعها، البصل والثوم والطماطم والكوسة والباذنجان والبامية والفجل والبطيخ وغيرها من الخضروات. وسؤالنا من فلج دارس يقول: مستمعينا، كم ساعد لفلج دارس؟ ارسل إجابتك على 90130 مع اسمك الثلاثي. وصلنا احنا للاستوديو ونسمع خلفان. عفوا ما رضيت تجي، ليش في البدايه عجبنك الفلج تبغى تسبح فيه؟ شو بالضبط؟ والله يقولوا هذا الفلج بزمن من الازمان، أيه؟ فتره من فترات مسيح حماره من قوته يعني. ها ما شاء الله، ايه تعرف انت الحمار يعني على ثقله وكذا. سامعين الكلام طبعا، ما شاء الله. ايه فهو يعني خطير يعني، خاصه الصغار وكذا، أهم شيء ما يوديهم قريب، حتى إذا كانوا موجودين معه يحاول يكونوا مثلا أولياء الأمور يكونوا موجودين قريبين معهم. منهم يعني. جميل، طبعا أجواء جميلة عشناها إحنا في فلج دارس. مستمعين، نتمنى أنكم كذا تقضون أوقات وتأخذون منكم شوي يعني جميلة زيارة مثل هذه الأماكن في السلطنة، الأماكن السياحية الجميلة اللي ما نتخلى عنها طبعا. وكل اللي حاب يشارك مستمعينا على سؤالنا اللي طرحناه، كم ساعد لفلج دارس؟ ما عليك إلا أنك ترسل على 90130 على 90 130 بالضبط مع اسمك الثلاثي، وإن شاء الله راح تدخل في السحب، وبكرة إن شاء الله راح نعلن عن الفائزين. إذن مستمعين الكرام، مستمرين معكم وفي برنامجكم الشباب على الهواء، وتحديدا في سلفتنا لليوم واللي نتكلم فيها عن القيل والقال، ومباشرة نروح إلى الانستغرام ونتابع أيضا تواصل المتابعين في هذا الجانب. تحياتنا لطلال القاسم يقول: والله يا أختي اللي يسمع القيل والقال بيغرق في التعب، مدام أنك تصلي وعارف ربك وما تسوي شيء إلا واثق منه، روح في دربك وخلي القافلة تسير دائما. صح كلامك، صح بوحك يا أخوي. وطبعا جميل أن الواحد ما يهتم لكلام الناس، طالما أنا واثق من نفسي، أنا عارف من أكون، يعني ما يهمني الناس شو قاعدة تقول. هو يصير أحيانا مشاعر يعني، أحيانا يصير أن أحد يتكلم عنك من وراك، زين صير.
لكن أنا يا أخي ما أبه على هذا الكلام اللي جالس يصير من وراي. زين؟ يعني أنا دخل من هنا وطلع من هنا. دائما هذا الكلام اللي راح أسمعه راح يعيقني، راح مثلا أفكر فيه، راح يضايقني. أنا ليش أشغل بالي من الأساس؟ ودائما تحس أن هذه الأمور تصير نابعة من مبدأ الغيرة، هي اللي تولد هذا الشيء. غيرة، وبعد ربما قد يكون أيضا تحقيق مصلحة. بالفعل، أنك أنت عندك غاية تبي توصل لشخص معين وتبى تخرب علاقة شخصين مع بعضهم على حساب شخص آخر. بالفعل. 24-6-9-8-1-5-1 نتلقى مكالماتكم من داخل السلطنة ومن خارجها على 00-968-246-8-2-1-8. طبعا احنا راح نترككم مستمعينا لفترة رفع اذان الظهر ونرد لكم ان شاء الله. عفوا، اذان العصر. لك يا وطني روحي بدني، لك يا وطني مكتوب بجبيني أشواقي وحنيني، مكتوب بجبيني أشواقي وحنيني لك يا وطني، لك يا وطني، لك يا وطني. وطني في وجداني كدمي، في شرياني معه أصنع حلمي بهنايا وأحزان. وطني في وجداني كدمي. مستمعينا، يرفع الآن على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. وطني يا إشراقي والنور بأعماقي،
وطني يا إشراقي والنور بأعماقي بمعاملتي طيبا اسمك ضوء باقي اسمك ضوء باقي سأمثل أوطاني بمكارم أخلاقي والأخلاق دليل للمجتمع الراقي سأمثل أوطاني بمكارم أخلاقي والأخلاق دليل للمجتمع الراقي فإذا مثلتك في شيء أصبحت مثال أصبحت مثال سأبيض وجهك يا وطني قولا وفعال قولا وفعال تعال وفيك صراحة يا وطني أنت الأصل وروحي يا وطني تعال وفيك صراحي يا وطني أنت الأصل وروحي لك يا وطني لك يا وطني يا وطني في عمان وطني أهلي داري في عمان وسخايا وعثاري ويدي في يدي بوفايا وإصراري ويدي في أيدي وفايا وإصراري في عمان في عمان هذا سأعاونه في عمان وأقدم أفكاري في عمان هذا كسأدعمه في عمان وسأترك آثاري في عمان في عمان الكل مع الكل ونبني للحب سما والوحدة للخير أجل صفات الشرفاء الكل مع الكل ونبني بالحب سما والوحدة للخير أجل صفات الشرفاء من معناك صفاتي فاقبل نذر حياتي لك روحي لك بدني يا يا وطني يا وطني شباب شباب على الهوى شباب على الهوى شباب شباب على الهوى على الهوى يا شباب وسوالفنا شبابية سوالف شبابية بخير تجمعنا بالحب نلقاكم سوالف شبابية سوالف شبابية بخير تجمعنا بالحب نلقاكم سوالف شبابية سوالف شبابية سوالف شبابية على وين؟ على وين؟ يا شباب شباب على الهوى شباب على الهوى كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهوى يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا شباب شباب على الهوى على الهوى يا شباب 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 على الهوى شباب شباب على الهوى
رجعنا لكم مستمعينا بعد ما رحنا لفقرة لرفع أذان العصر، عفوا على الكلمة، لرفع أذان الظهر، كله بسبب خلفان. قلت لكم خلفان يسوي مشاكل في الاستوديو، يربكنا، ما حد صدقني. ها خلفان أعترف صدق والله. لا هذا كله قيل وقال منش هزين ما سمعنا. رجعنا لكم مستمعينا وحياكم الله، ونرحب بكل اللي انضم لنا في برنامجنا شباب على الهواء. متواصلين معاكم إن شاء الله لغاية الساعة 4. وسالفتنا لليوم القيل والقال، وماذا تأثرك بالقيل والقال؟ لكن خلونا نرجع نسألكم، نذكر بسؤال فقرة على وين يقول كم ساعد لفلج دارس، وكل اللي رسل إجابات على 90456 يرجع يرسلهم على 90131 2 3. جلال لا تلخبطهم، 1 3 0 مع أسماءكم الثلاثية مستمعينا. إذن من التذكير بسؤال حلقة اليوم، وندخل مرة ثانية كذا في موضوعنا يا مشاعل، ونروح إلى تويتر. بس قبل جاوبني متبين صدق أنت اللي ربشتنا قبل هذا قيل وقال. أنا أقول بعد ما تحريت عنه حريت عنه، عرفت أنه هذا كلام سليم، ما قلت لي سوى الصوت والإزعاج اللي صار وربكني وشوش بإذني. أهم شيء أنه صلاة العصر صح وام؟ أي صلاة العصر. وإحنا تحياتنا لكم مستمعينا. تقول أمينة سعيد المعمري، مساء الخير، أشكرك أستاذة مشاعل على برنامجكم الطيب، عندي مقولة ترافقني بحياتي دائما، القافلة تسير دائما تسير. يلا إن شاء الله تسير وماشي عرقلها قدام. زين، مساء الخير من ولد بخا مسندم خزير الشحي. زين، يقول تعرفوا ليش النمر الوردي ما يتكلم؟ عشان يبعد نفسه عن قيل القال. يقول عليه خاطر النجادي، يقول تغريداتي وين اختفت يا مشاعل؟ تغريداتك اكيد موجوده في تويتر، راح نرجع نقراها ان شاء الله، بس يمكن اختفت، ما يعني موجوده، احنا تغريدات ما نمسحها، واذا كانت اختفت يا ريت ترجع ترسلها مره ثانيه. اقري هذه مشاعل، شوفي قبل. يقول ريم تقول أنا كنت سأطلب الطلاق بسبب القيل والقال، والحمد لله قدرت أوزن الأمور، بس للأسف قلبي متأثر وحزينة. شوف يعني يبعد القيل والقال لأي درجة ولأي مستوى وصل من المشاكل. الله يبعد عنها، أول شيء خلينا نقولها الله يبعد عنها الحزن والضيق طبعا، وكل يعني كل الأمور الزوجية، كل العلاقات الزوجية لابد أن تكون فيها مشاكل، ولابد أن تكون فيها قيل وقال، لكن إحنا لابد أن إحنا ما نسمح للناس أنها تتدخل في خصوصياتنا. أنت إذا فتحتي باب لهم يا ريم أنهم يتكلمون، أنهم يعني يدخلون في خصوصياتك أنت زوجك، وقدرتي تسمعين لهم فتحملي الكلام اللي يك. لكن من البداية أتمنى أنك يعني ما تعطين مجال أن أحد يتدخل فيكم، وأنتي طالما أنك أنت واثقة من زوجك خليك أنت واثقة منه، وما عليك من وفي العلاقات الزوجية كذلك لابد يعني من وجود دفتر ومساحة. لا لابد من تنازلات يعني صحيح، لابد أن تكون في تنازلات، ومثل هذه المواضع لابد أن الواحد يتعرض لمواقف ومشاكل وقيل وقال، لكن امسح يوم تروم بالفعل. زين، والأمور إن شاء الله بتمشي. أكيد تمشي. أكيد الأمور بتمشي إن شاء الله، ونتمنى لك حياة جميلة مع زوجك بإذن الله. عزة تقول قالوا ويقولوا ويقولوا وسيقولون، هذا ما أفسد مجتمعنا وأصفد القيد على قولنا. عزة تحياتنا لك يا عزة، دائما أنت جميلة بعبارتها البسيطة، الكلماتها الرائعة. سلام عليكم، أنا أتأثر بس أطنش، لأن أروح على الشخص بسأل من قال لك؟ زين، أفضل أني أغتم وأسكت ولا أسبب مشاكل حالي وحال الآخرين. قفلان وقال لي أم سلمة الحسنية. أم سلمة تحياتنا لك يا أم سلمة، لا تغتمين ولا تضايقين ولا تشيلين بالكلام اللي سمعتي، ما تسوي سالفة حال الأمور كلها، هي هذه قالها بالمختصر، ما فيك لا تسوي سالفة بالفعل. وكل اللي راسل إجاباته على 90456 لسؤالنا من على وين فلج دارس يرجع يرسله على 90130. مستمعينا مع أسماءكم الثلاثية. أبو محمد الجابري يقول مساء الخير، فقدنا صوتك مشاعل في الأيام الماضية، بس عابدين ما قصر قام بالواجب، تحياتنا لك. في برنامج آخر أكيد يعني. تحياتنا لعابدين البلوشي وما قصر. ومعنا صالح البدوي، ونقول السلام عليكم. بارك البدوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله طيبين، كيف أموركم؟ الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا، من وين بارك؟ من إزكي.
حياك حياك الله مبارك. الله يسلمك ويعافيك يا طويل العمر. الله يعافيك. اليوم كان موضوعنا عن القيل والقال. أظن سمعته. سمعنا القيل والقال, سمعنا النقالة عنك أربشتهم في الاستوديو. إيه والله أنا ما أربشهم, لكن هذا تعرف هذه مشاكل القيل والقال اللي تجي من هنا. لا تصدق, لا تصدق القيل والقال. وايد يسوي خلفان. مبارك مبارك. هذا ترى من القيل والقال, ما تصدقوا. زين, من القيل والقال. خلا خبرنا. الله يديم لك استاذي. هو القيل والقال كثير وما زال منتشر معنا, بس للأسف يعني نقول الثقافة أحيانا تكون معدومة. ما نقول معدومة, ولكن نقول يمكن فقيرة أحيانا. اللي هي نفس الشيء, نفس المصطلح, بس يمكن تكون أخف الوطأة اللي قلتها. زين السالي اللي هو احنا نعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم, قيل عنه على انه ساحر, وقيل انه مجنون, وقيل وهذا دليل هو على انه الشخص المنتج لابد على انه يقال عنه كلام صحيح. فما ترمى الا الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة. بالفعل كلام سليم. فدائما فالانسان الله سبحانه وتعالى خلق له اذان سنتين, واحدة يسمع منها والثانية يطلع منها الكلام اللي ما طيب, الكلام اللي ما زين, الكلام اللي ما يحب على إنه يكون في مرمى. بالفعل. فعلا. وهذا مثل ما أقول لكم يعني سعيد. بالفعل. كلام سليم يا مبارك. ودائما يا مبارك إحنا نقول إن المطر هو الذي ينبت الزهور لا صوت الرعد. أكيد أكيد السعيد. حتى ما تفزع يسمع صوت رعد قوي كذا زين. أكيد السعيد. يعني صوت الرعد هنا مشبه بكلام الناس بأقوالهم اللي قاعد يسمع. أكيد الأكيد, لأن لكل قعقعة لابد أن يكون هناك شيء إنتاج, فلقعقعة الرعد اللي هو وجود المطر. بالفعل صحيح. أيوة إن شاء الله. جميل يا مبارك, وجميل مداخلاتك, وجميل اتصالك وسمع صوتك. شكرا لك أستاذ. شكرا يا مبارك. الله يسلمك. إذن مشاعل نعرج على مقولة مبارك ويقول مبارك أنه ما ترمى إلا شجرة مثمرة. الشجرة المثمرة. أي. بمعنى أنه أعرف في نفسك, ولابد أن تكون عندك قناعة في داخلك أخي المستمع, بأنه إذا تم استهدافك بالقيل والقال ومن قبل ناس ومن قبل أيضا وحصلت مواقف كثيرة, فتأكد أنك أنت إنسان منتج, إنسان يعني جالس تعطي, ف متميز أيضا. خلينا نقول إنسان قدر يوصل فعلا بطموحاته, بأماله, أثبت وجوده في مكان يعني, ودائما خليك مبتسم, ما تتأثر, لا تتأثر, استانس وقول دامني أني أثرت اهتمامهم وأثرت مجالسهم. فلك أن تفتخر يعني بهذه النقطة, وقول إن شاء الله أني راح يعني أكسر أيضا قلوب هذل الحاقدين, وإن شاء الله أني راح أنا أثبت نفسي في الأيام المقبلة وراح أعطي بشكل أكبر. أكيد. وتحياتنا لك يا علي خاطر النجادي, يقول تحياتي لك مشاعل والخلفان والمبدأ جلال, وكل الشكر على تقديمكم الرائع, وسلام خاص لجروب أصحاب السعادة ولقاء الأحبة. تحياتنا لهم, وإن شاء الله عسى إياهم كلها سعادة يا رب, بعيدة عن القيل والقال. فعلا. علي خاطر مرة ثانية يقول القيل والقال فتنة, وأعتقد يا مشاعل البنات ما شاء الله عليهم يعني يتفوقن بنسبة عالية, والبداية تنطلق من كلام الرايح, عاد يوم تشوفيهن جالسات كذا وقت العصر الله ودلت القهوة قدامهن والقهوة قدامهن ويتولفن لحريم, ها زين, ومن بنات ومن حريم كبار, عاد تحصل ان هذا الصغيرين, هذا البنات الصغار وكذا يشوف امهاتهن جالسات يتكلمن, وفلانه قالت وفلانه ما عرفهم زين, وكما قال جلال زين, فتحصل البنات الصغار يتعلمن مثل هالمواقف. يعني نحن ما نستغرب إذا كان اليوم نشوف الصغيرين بهذه الطريقة. بالفعل هي عادة سيئة يعني خلينا نقول دائما يعني قعدات الحريم. كيف نستثمر زين ونغير هذه العادة السيئة إلى عادة زينة, بمعنى أنه الصغار يستفيدوا منها؟ لابد أن إحنا الكبار, إحنا الأبناء, إحنا لابد أن نثقفهم من وعي أمهاتنا أبائنا في يعني الأمور هذه, نعلمهم يعني مبادئ الدين, إيش قال الدين الحنيف, إيش يعني بإيش وصى, وأضرار أيضا وأضرار بالفعل, وإيش بعدين لدرجة أن تصير بينهم عن هذا الكلام. تصير بينهم هم الحريم يزعلون من بعض بسبب فلانة قالت, وسمعت والعتب والشره اللي يصير بينها بسبب كلمة قالت. اليوم عاد الدواديم بمستوية يعني حتى على الواتساب زين. تجي فلانة عجوز تقول أنا خلاص أنا مزعل فلانة لأنها واتساب طاردتني من الجروب زين, ولا مسويت لي الله يهديك يا خلفات. هي والله تصير ما شاء الله عليك مثل الشياب والحريم الكبار وكذا يزعلون يعني يزعلوا
عبد الله النجادي يقول القيل والقال فتنة أكيد فتنة. أبو إسراء البوسعيدي يقول نشكركم على البرنامج الجميل والشيق بصراحة، موضوعكم جدا مهم وهذا الحين جالس يصير في مجتمعنا، ولكن من المفترض أن نحاول الابتعاد عنها. كلام سليم، هو ما جالس يصير، جالس ينتشر بشكل أكبر، هو موجود من السابق يعني، وهذا نحن ما نقدر نتخلص من هذه العادة بشكل نهائي، ولكن نحاول أن نقلل من هذه العادة. يقول لك حتى لو كان يعني إجاك شخص وتكلم إن فلان قال لك، أنت ما له داعي أنك تأخذ الكلام، أنت عامل الشخص اللي يابلك الكلام يعني بما يظهر له، بما يظهر لك يعني، عامل الناس يعني كثر ما تعاملك أنت، ما له داعي تسمع هم إيش قالوا عنك إيش سووا فيك. يا مفتري يا مفتري، علقتني بنظرة ومشيت يا مفتري، طيرت نومي ما غفيت يا مفتري، علقتني بنظرة ومشيت يا مفتري، طيرت نومي ما غفيت، خليتني أجري وراك، جننتني وديني قاك، عقلي شوية ويختفي وانت ولا فارق معاك يا مفتري، يا مفتري يا مفتري يا مفتري، دوختني وش هالعيون يا مفتري، أصبحت أقرأ الممنون يا مفتري، دوختني وش هالعيون أصبحت أقرأ الممنون، كلمني لو كلمة فقط كثر الجفا غلط غلط، أنسك هذا مستحيل، قلبي بقلبك ارتبط يا مفتري، دكتوري انت وعلتي يا مفتري، عالجني ارحم حالتي يا مفتري، دكتوري انت وعلتي يا مفتري، عالجني ارحم حالتي، مسحور بك اقوى سحر، غرقني زينك في شبر، الورد في ديني دبل، ما في بعد عطرك عطر يا مفتري، يا مفتري، خليتني أجري وراء، جننتني ودي لقاك، عقلي شوية ويختفي وانت ولا فارق معاك يا مفتري. شباب على الهواء، للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين ارسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. شباب على الهواء، شباب 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 على الهواء، شباب على الهواء. Everybody keep connected. مسألة القيل والقال موجودة معنا أيضا هني مستمعينا، يعني خلفان وعبد الرحمن عفوا جلال وعبد الرحمن قاعدين يشتغلون علينا يا خلفان. والله نحن ما نسمع كلامهم. إيه نسمع مني ولو يشغلون السمع سماعة هني يعني سمعوا إحنا قاعدين نتكلم. إحنا نسمع مني ونطلع مني، ارتاحوا. ما يهمنا ما يهمنا يعني.
زين. نروح للإنستغرام وعلى حسابنا شباب راديو أمان. يقول البرنامج حلو منكم وتحية مني لكم وأطلب أغنية لاند روفر خضر. لاند روفر خضر جلال. زين. فارك طيب إن شاء الله. يقول السلام عليكم. القيل والقال له تأثير سلبي جدا على الشخص نفسه اللي ينقل الكلام قبل لا يأثر في الغير. ويقول سعيد بن سيف يقول القيل والقال واجد ما نصدع راسنا. أو كلام سليم. يقول تحياتنا لك يا سعيد الهادي. أو رسالة من تقول حديث نبوي كاتبت لنا. تحياتنا لك. والقاسمية تقول القيل والقال وايد منه ما حد سلم منه، بس دام اني واثقة والنوايا نظيفة ما هم مني ناس ظلمتني وتكلمت عني، واللي يبي يغتاب يغتاب كيفه، ماني معلم لي بشر ما تتعلم. تحياتنا لك مع عشقة البنفسج. تحياتنا لك يا عشقة البنفسج. ومعنا حارث على الهواء ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟ نشكر الله طيبين. كيف حالك يا حارث؟ والله الحمد لله دام انتم بخير ومستمعين. الحمد لله رب العالمين. عساكم ان شاء الله دائما على الصحه. من وين يا حارث؟ والله من ولايه السيب. معك حياك الله من السيب. تسكر حليب. نعم. سمعت لي موضوعنا لليوم حارث؟ طبعا صراحه كل يوم نستمتع بمواضيع الله يسلمك. صراحه هذه مش مجامله ولا شيء، هذه حقيقه الواحد يقولها صراحه. نسعد بتواصلكم ومشاهدتكم كذلك. هلا حبيبي. خبرنا يا حارث موضوعك ومداخلاتك عن مدى تأثر الناس ومدى تأثرك أنت بالقيل والقال. أنا صراحة ما تأثر، لكن شوف يمان ما في حد يتأثر وتأثر على هذا الشيء، لكن مثل ما يقول يعني نحاول نقنع الشخص ما يعني بيتكلم عن الشخص ولا حتى بيتكلم عن قدام الشخص يكون مقتنع متأكد إذا في هذا الشيء ولا لا، حتى ما يحرق الشخص ويكون فيه إحراج وكذا. صح إن الواحد يكون واثق من نفسه وواثق من زميله وأخوه وكذا، فإذا أي شيء يعني إذا صار أي حد صادف هذا المكان يا يكلم الشخص على انفراد أو ينغز أو يعني عق حكي يعطي نغز كذا أو يجيب بطريقة ثانية حتى يفهم إنه هو يتكلم بطريقة خاطئة. زين حارث، هل قالها صارت لك سوالف، حد تكلم عنك، حد جاب لك سالفة قال لك كذا 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 مثلا، ولا فلان قال عنك كذا؟ كيف تصرفت مع الموقف اللي عك؟ صير يعني صارت في جمالنا ما صارت وتحدث كثير صير من صير الشباب. تصير بينكم يعني الشباب تصير بينكم؟ بس قليل يعني. خليه يرد هو. ما يعني ما أقول كثير ولا قليل. مهزود. تحدث. أحيانا تحدث. لكن مشاعر اللي سمعت حارث ما تقول هذه ما يمر ريوم اللي تصير لها السالفة. أنا قلت. هاي جزء من القيل والقال يا خلفان. حارث يشهد. أنا اللي أريد أقوله واحد، كل شخص ما عليه من أي كلام وكذا. إذا في أي شيء يواجه الشخص حتى ما يكون في عتاب وفي زعل وفي شيء، أعطي الشخص قدامه يعني أمام الشخص يواجه وكذا ويقول أنت تكلمت كذا أو أنك أنت جرحت شخص كذا وكذا. كلام سليم. إذا في شيء قضى على الانفراد، إذا في أي حاجة ما عجبك من الشخص أو أنت سمعت حاجة، حاول أنك تكتم هذا الشيء أو يوم تحصله على جانب كلمك كذا نفسك حتى وتهدى الأمور. غير كذا صراحة ما أقدر أقول شيء. كلام سليم. تحياتنا لك يا حارث. تحياتنا لمداخلتك. الله يبعد عنك القيل والقال يا رب. آمين جميعا. آمين. شكرا. الله يسلمك. ربي يسعدك. مع السلامة. الشايب أحمد الرحبي يقول لا تصدق كل ما يقال ولا تقول كل ما تسمع. مو باغي بعد الشايب أحمد. يبى يسمع أغنية أبو بكر سالم. أعطيه. يستاهل. إن شاء الله راح يسمعنا إياها جلال بإذن الله. تقول مساء الخير ولد بخا من مسعدة. قرينا مشاعر. تحياتنا لكم من الرسائل. يقول مساء الخير مشاعر، شكر خاص للأستاذ جلال مني قاسم الرواحي. وصلت تحياك إن شاء الله يا جلال. شكرا على خجلتكم دوابعي. شو يقول ناصر؟ كلام الناس ما يخلص، واللي يمشي عليه يعيش في قلق، فخلي القيل والقال وعيش حياتك
فهد المحاربي. فهد هنا فهد المحاربي تحياتنا لك. ويبدل ايش مسوي؟ مدلع نفسك. مدلع نفسك انا وبعدني. فهد المحاربي تحياتنا لك ويبلغ يمكن تشابك تشابك احرف. ما تشابك لا لا ذاك ما تشابك يا اخي صفني يا خلفان. شفت كيف؟ شفت يا جلال؟ زين واو نون زايدات المستمعين الحين يعني يعني قريح الفهد اثبت لهم صدق مسألة القيل والقال معك. تحياتنا لفهد المحاربي ويبلغ تحياته للمخرج المتألق دائما. أم جاسم تقول مساءكم بعيد عن القيل والقال وعيش حياتك بعيد عنهم متابعة بصمت. تحياتنا لك يا أم جاسم. إذا نروح إلى تويتر مرة أخرى. صور يقول أقول اللي ناقل الخبر يعني صور يقول حال اللي ناقل الخبر ايش تريد انت الحين؟ قال ايش تبى انت الحين؟ ها؟ ايوه ها؟ ايش تحياتنا للصور وعصام نوام. لا تخبرني عن شخص اساء في حقي فالله عنده الجزاء فيجازيه، بل اخبرني عن شخص احسن في حقي فما جزاء الاحسان الا الاحسان. جميله كلماتك جميله. وخديجه تقول ابتعدوا عن اعراضي غيركم، احفظوا ألسنتكم عن الناس فالدنيا أصبحت مخيفة ومن عاب ابتلى. بالفعل. عبد الله النجادي يقول مساء الخير للجميع، والقيل والقال فتنة، أكيد فتنة فتنة كبيرة بعد. ونبهان هنا يقول عادة تنتهي بوجود الأخلاق والقيم لدى الفرد والمجتمع. صحيح صحيح كلام جميل. أبو درر يقول إذا تكلم عنك الناس بسوء فقل كما قال الحسن البصري مرحبا مرحبا بحسنة لم أعملها ولم أتعب فيها ولم يدخل فيها عجب ولا رياء. كلام سليم. وأيضا عبد الله النجاري يقول مدارس القيل والقال متشتتة في جميع أنحاء العالم. أكيد في كل المجتمعات موجودة. قصده؟ في كل المجتمعات يعني احنا ما قاعدين نتكلم عن مجتمعنا احنا بس اللي في يعني القيل والقال، في كل المجتمعات في كل العالم في كل الأوطان موجودة هذه المسألة. تعال سمع ما يقول بدر. زين بدر. شبيبي. زين بدر شبيبي يقول تحياتي للجميع، برنامج أكثر من روعة وواجد يعجبني القيل والقال. يعجبه وجهة نظر نحترمها. وجهة نظر نحترمها أكيد. ونروح للإنستغرام ونقرأ المداخلات اللي وصلتنا على الرسائل على الصورة اللي نزلناها في حسابنا شباب راديو أمان. وتقول يسعد مساكم برنامج روعة موفقين بإذن الله. يا ريت عشقة البنفسج تتركون تذكرون أسماءكم كذا اللي حاطين يعني أسماء مش أسماءهم ألقاب يعني. إيه يحطون أسماءهم يعني جميل نذكركم بأسماءكم. سعيد سيف يقول أو سعيد الهادي يقول اللي خلق وين اللي خلق خلق وحصى مللها الواحد المعبود كبير ومتعال عن النفس ذكرى يبعد يا محلى. رسالة داخلة بعضها يا سيف، حروف متشابكة وما نقدر نقرأ رسالة ما قدرنا نقرأها. متواصلين معكم بخصوص موضوعنا لليوم مدى تأثرك بالقيل والقال وما هي الأخطار الاجتماعية النفسية المترتبة على هذه الظاهرة. ونقول ألو. ألو ألو أنت مع أنت على الهواء معنا. ألو السلام عليكم. طبعا في مشكلة يمكن معنا في المكالمات مستمعنا، إذا كنت تسمعنا وإحنا ما نسمعك في مشكلة حاول أنك ترجع تتصل مرة ثانية. ألو ألو ما عليه رح يرجع يتصل إن شاء الله مرة ثانية. أو يعني مستمعينا مخاطر القيل والقال متعددة الأوجه. دائما نقول أنه يعني هي تمثل قلق فعلي لواقعنا سواء كان الأسري المؤسسي المجتمعي، وهذه العادة لها محترفيها يعني يتمتعون بقدرة خارقة خلفان. افتعال الأكاذيب، نشر الشائعات، قلب الحقائق، يعني حتى الكلام اللي يسمعونه من أجل مصالح شخصية ربما. بالفعل حتى يعني الكلام اللي يسمعونه يحاولون أنهم يقلبونه بناء على مصالحهم الشخصية اللي هم يبونها فعلا، يترجمونه لأشخاص ثانيين لغاية هم حابين يوصلونها حققوها سواء
يعني قدروا أنهم يشتتون أخوان عن بعض، قدروا أنهم يعني يفصلون زوجات عن أزواجهم، أولاد عن كثير يعني. ومعانا مكالمة، نقول ألو لي أسماء. هلا مساء النور. مساء الأنوار، أهلا بك يا أسماء. هلا والله. من ما تكلمينا يا أسماء؟ من بركة؟ أيوة. حي الله أسماء، هذه المكالمة الثانية لك صحيح؟ أيوة. دائما احاول بس ما احصل خط. يلا الحمد لله معكم الخطوط مشغوله. اسمع شوي بالضبط. شو اخباركم انتم؟ الحمد لله. اسماء عارفين اسمك الثلاثي؟ اسماء ابراهيم حسين البلوشيه. جميل اسماء البلوشيه ما شاء الله عليك. ما اسمع صوت مو واضح. زي صوتك واضح معنا. تسمعينا انت من سماعه التليفون ولا من المذياع؟ من سماعه التليفون. جميل، خليك شوية في مكان فيه إرسال وإن شاء الله راح تسمعين عدل. وخبرينا يا أسماء يعني موضوع القيل والقال، يقول خلفان إن عند البنات وايد منتشر. وايد وايد صحيح. أنا من وجهة نظري الناس اللي سالفتهم بس القيل والقال هذا الناس فاضيين، يعني ما عندهم شغلة. القيل والقال أنا أعتبرها مثل الغيب والنميمة. إنه في نسمعك للأسف انقطع الخط. من زمان مسكينة جالسة تحاول توصل وما صار. يكفي ان احنا سمعنا صوتها وهي تقول انها منتشرة كثير، يعني كانت في مداخلة تبي تقولها بس للأسف ما قدرنا، يعني ما قدرت تكمل اللي حابة تقولها. ان شاء الله تلقين خط يا أسماء وتردين تكلمينا بإذن الله حول موضوعنا لليوم. يقول عبد الله السابع مساء الورد، موضوع ممتاز، نسأل الله أن يبعد الفتن عن مجتمعنا ويجنبنا شرورها. تحياتي لكم. تحياتنا لك. يقول بدر الشعيبي. شعيبي عفوا. أيوه. لك هذا رد صديقي، وين يعجبني القيل والقال. خلفان حاب أخذ رأيك بشخص ينقل القيل والقال للحريم ولما يواجهك يعمل نفسه ما مسوي، هل تنصحني أن ألقيه أرضا أن أدعه في حال سبيله؟ أنه بعدني. أما يا علي أنا أقول لك خلي حاله حال سبيله. أجبتني هاي ألقيها أرضا. ما تعود. خلينا آخر المكالمة. ترفع عن هالأمور وخليك سما وترك القاع للقاع، خلنا مثل نقول. وناخذ سعيد الهادي. مرحبا يا سعيد. مرحبتين. اهلا بيك، نقرا رسائلك وتغريداتك. اكيد تشكري. تحياتنا لك يا سعيد، الحمد لله انك حصلت يعني خط. لا انا الحمد لله مع الاذاعه الاموري السليم. يلا الحمد لله. الحمد لله يا سعيد. الحمد لله. سمعت لي موضوعنا؟ ايوه. نسمع عن القيل والقال. ايوه معكم. لا القيل والقال واجد صحيح كثير، لكن قولهم بس خليو عنكم القيل والقال. خليوها بس خليوها. يعني سمحوا لي أنا غلط، يعني خليوها حال الحريم. هاي جلسة الحريم. أفا أنت غلط يعني تقول الحريم بيسوين هذه الأمور؟ لا هي لا 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 لا. ليش يا سعيد؟ أقول لك تعال يا أخي، هدي بالك، غير بدل سعيد كله الحريم. تعال جلسة العصر سعيد. صلى على النبي. صلى على النبي سعيد. صلى على النبي. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم سيدنا محمد. ليش احنا دائما نقول خلي للحريم او للاولاد او للاطفال او لليهال؟ ليش ما دائما نقول احنا لابد ان احنا نجد حلول للمشكله اللي قاعده تصير؟ لابد ان احنا نعلم المجتمع، لابد ان احنا نرتقي بالمجتمع. اذا احنا شباب نقول خليها للحريم يعني راح تتفاقم المشكله. وما شاء الله الحريم زوي هي سبب لا ولا خير يعني. ها يعني احنا ما مثل ما قالت مشاعل ما نحاول يعني صح انه هو الحريم يعني السبب الرئيس في هذه المسألة. لا هو القيل والقال يعني قديمة زي. مثل ما يقولوا قديمة يعني هذه القيل والقال خلاص. من أول. شيء هي ومترسخ. يلا إن شاء الله نجد حلول إن شاء الله في هذه المسألة. وشكرا لك يا سعيد. إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك يا سعيد. والمختار السيفي يقول عودة بعد 3 أسابيع ويسعد بعد 3 أسابيع إجازة. سعيد بسماع صوتكم خلفان ومشاعل منورين. يضحك يقول اليوم رايك خلفان أسعدت يومنا. تحية لجلال. تحية الله سلمك يا المختار. أي اليوم رايق وسوي. ما إني رايق بينه وبينك. طايح على البنات وعلى الحريم. تحيد واحد لما يكون عنده كذا شغل
يعني تعبان وكذا ما يكون رايق بالطريقة اللي في بالك. يا المختار مشكور مشكور على رسالتك الجميلة. إذن مشاعل يعني نحن دائما الحين الأخ سعيد قال بأنه خلي هذا السوالف حل حريم. زين نحن صح أنه يعني شوي أنا ومشاعل كذا شد وقذب في الموضوع، لكن الكلام السليم هو أنه نحن لا نلقي باللوم ولا نرمي هذه المسألة على النساء، يعني كون أنه هذه المسألة راح تتفاقم راح تكبر بالفعل، ونحاول إذا ما كان فيها توعية توجيه النصح إرشاد يعني تو حقق. هو كما تقول مقولة أو رسالة مثل يقول الباغي عاليها وقلعت لها عينها. زين يعني انت بغي كحلها عماها وبغي كحلها عماها عماها. زين فنحاول نحن نوجد حلول، ما نلقي باللوم ولا يعني نحن مثلا قلنا خلاص خلها حل حريم، المسألة مستمرة ما بتتوقف. يعني والله بيني وبينك يعني ما بسألت هي حريم ومسألة يعني مسألة حتى موجودة عند بعض الأولاد بعض الذكور وبعض الرجال، يعني تلقى خلاص يعني الشيء هذا صار طبع فيه ما يعني ما يتخلى فيه، يعني 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 تكوينهم الأسري زرع فيهم هذا الشيء، يعني هي مش مسألة حريم مش مسألة تربية كذلك بالفعل. يعني تلقى حتى يعني يحز بقلبك أن ولد قاعد ينقل ويمشي يشيل الكلام ويجيب نفس الحريم. يعني يعني مثلا الآن مشاعل مدركة بهذا الموضوع عندها قناعة، وأنت أخي المستمع أختي المستمعة عندكم قناعة ودراية بالموضوع، فلما تجي مشاعل بعدين مع بنتها ولا ولدها سمعته تسوي كما تقول ينقل خبر ولا شيء راح تنصحه وتوجهه. وانت ايضا اخي المستمع اختي المستمعه بالتاكيد انكم اولادكم راح ايضا تنصحوه منهم يعني ما يسويون كذا ولا ينقلوا خبر ولا شيء، وان شاء الله يعني في الايام المقبله راح يكون في تاثير يعني ايجابي في هذه المساله، وان شاء الله راح يقل او تقل هذه المساله وهذه العاده ربما نقول عنها سيئة. حتى في طبيعة العمل في المؤسسات تلقى يعني للأسف يعني زملاء في نفس الدائرة في نفس المكان في نفس الـ يعني المؤسسة تلقاهم يشيلون كلام من هذا المكتب لهذاك المكتب لفلانة لفلانة، يعني ما عندهم شيء. ربما قد يكون كرها لهذا الشخص، ربما قد يكون أو لتحقيق غاية مثل ما قلنا إيه؟ أو أيضا غيره يعمل كذا بلبلة وشوشرة في المكان، وللأسف يعني تلقون حتى الكلام اللي قاعد يتناقل ما في شيء من الصحة. يعني تلقاه مختلق، يعني قصة ابتكرها الشخص هذا وحب أن يشوه الشخص هذاك. تعرفي مشاعر كلامه أحيانا بعد أن هذا الناس يكون متعارف عليهم أنه فعلا هذاك الإنسان والشاي ينقل أخبار ينقل كلام، فخلاص الناس من حوله أصبحوا يعرفوه أنه هذا شغل الشاغل هو هذا الموضوع، فلا يأخذ منه مثل ما يقال لا حق ولا باطل. وبعدين هذه المواضيع لها أبعاد جدا خطيرة، يعني حتى سيرورة العمل طبيعة العمل تقعد تتباطأ في نفس المكان هذاك خلفان، لأن يعني العلاقات اللي بينهم ما علاقات ودية، علاقات فيها ضغينة، هذا شخص تكلم عني ما تهمهم إنتاجية العمل بالفعل، يعني مصلحتهم الشخصية طغت على كل شيء للأسف. ها؟ المختار السيفي يقول خلفان لما تتكلم بلهجة عامية تحلي البرنامج، عطنا من لهجة وادي محرم. أنا حقيقة يقول ما أصدق أنك تسوي لها ربشة خلفان. كلام سليم، والمختار أيضا على حق، ومختار يعني خير شاهد لهذا الموضوع. أنا ما أسوي مشاكل، صدقني صدقني اللي يكون معنا في الاستوديو يعني بيصدق كلامي، ما عليكم منه حتى على الهواء، يعني إيماءاته وإشاراته ها سكتي لا تقولي، يعني ما عليكم منه سوى الفوضى. تحياتنا لك طبعا خلفان، الله يسلمك. موجودة تغريداتك يا عبد الله النجادي وقريناها، يعني كل التغريدات قريناها مستمعينا وكل الرسائل. وليد رحيم البلوشي وانت بصحة وسلامة، ان شاء الله ايامنا كلها سعادة يا رب بإذن الله. اذا الجماعة كانهم محتفلين يعني بعيد ميلاد مشاعل، بعد عيد ميلادي، عيد ميلادي بعد ما واصلوا منتو 11 ديسمبر، من هذلك اللي محتفلين زينا أوجه لهم تحية طبعا توأم أروى مروى، تحياتنا لهم بنات بنت عمتي. أشوفنا الصور في الانستغرام وكذا، يعني أي كيك ما كيك أي قيل وقال، الحين بدت صفت القيل وقال. ناخذ السيد الزيد ونقول له ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيد. عليكم السلام ورحمة. كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. يا مرحبا. يا مرحبا على القيل والقال. أي والله على القيل والقال. يا مرحبا. من هين العم سعيد؟ يا بخير الحمد لله. من هين أقولك من هين؟
من ولاية ضنك. من ولاية ضنك ما شاء الله. كيف ضنك وضواحيها؟ الحمد لله كلها زين الحمد لله. طيب إن شاء الله والأهالي كلهم أطيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك إن شاء الله. على الكيل والكال. على الكيل والكال نعم. على الكيل والكال ما نقول هل حري وما عرفوه. الكيل والكال. الكل الكل عامة نعم. عامة بالكل. حس حد يقول حاجة. وارث ما صحيحة هي الكيل والكال. صحيح. أيوة. ما صحيح كلامك. كلام سليم العم سعيد. العم سعيد كيف كنتوا أول قبل لما كنتوا يعني في زمانكم كيف تتعاملون مع موضوع القيل والقال لما يجيك ربيعك وصاحبك يقول لك فلان يتكلم عنك كيف تتحرر أنت صحة الكلام كيف تتعامل مع الموقف؟ هي اسمها قيل وقال قال وقلت له أصلا ما أحبها بالاعتبار. جميل. يعني الشخص ما قايل لوحده زي شيء مش إياه بعصره زين قايل ما لازم أصدقه. عم سعيد عم سعيد أقول لك شيء منهم الشياب يعصب يقول حيجيهم يقولهم فلان قال عنك كذا كذا ويعصب أنه بعده كذا يصير ماشي حد حد يعصب وحد يخبط علينا دوارنا عادي مثلًا يعني سؤال ترى سؤال لو شخص متكلم علي وجاني قال لي قال وقلت ما مرة هذي له قلت لي ما أعرف مو حلو لا ما هصدقه يعني الشيخ ما جاي إنه وحده ما أزل عليه هو هذا الكلام الصحيح هي وأخوه عادي عندي يعني دقيتني قلت لي والله فلان قال عنك كذا 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 قال حبيت أنا أسير أسير مرة أفادنه يعني قلت لي ما قلت لي عادي ما في شيء حد منهم فاتنا إن شاء الله أصل معنويتهم غير يعني يصفوا ويسألوا غلط معك حق يا العم سعيد العم سعيد كلمة تحب تقولها للشباب احنا يعني والشباب اللي قاعدين يسمعونا ناخذ الخبرة منكم اكيد حياتكم وتجاربكم في الحياة كانت اكثر اقول لهم الكيل والكال سوالف اول حد قال لهم حاجة ما اصدقها بمرة واروح يا ربيع مثلا والله انت قلت لي وحموت تقول لي وانت سبب مشاكل كبيرة نعم صحيح الإنسان اللي بغى يقول لي يقول لك قدامي ويجبني ولا انا من وراي ماشي الولاقي كلام بالعكس بعدنا ذاك اللي جايني قال لي فلان يقول عنك وعن حارثة أصلح الصلح وكيف أسلم عليه صح بالفعل صحيح صح الدنيا ما سويانا أكيد الدنيا ما ساوية إن إحنا نزعل من أشخاص ونترك لهم مجال إنهم يتكلمون عن فلان وعلان تحياتنا لك يا العم سعيد من ولاية عبر وشكرا لك على مداخلتك الله يخليك مع السلامة ونروح للرسالة اللي وصلتنا في الانستغرام يقول جلال تعال زورنا بنسوي لكم ذبيحة ويجيب الأخوان معك مشاعل وخلفان تحياتنا لك إذن تحياتنا لك عزيز مساء الخير للجميع بصراحة موضوعكم اليوم جميل وأنا صارت لي سالفة لكن معي عادي جميل لو تشاركونا كذا المواقف اللي صارت لكم مستمعينا نتعلم من تجاربكم من مواقفكم اللي قاعدة تصير أم يوسف تقول رماني الناس بالحجارة فبنيت بيتا غاندي كلام الناس ما تخلص طنش تعش تنتعش جلال في ناس عتبان عليك تقول وين الأغنية توقع اللي طالب راند روفر خبر في الفترة الغنائية إن شاء الله راح تسمعها بإذن الله يقول رماني الناس بالحجارة فبنيت بيتا غاندي أم يوسف كريناها قبل شوي نعم. إذن القيل والقال ما بس الحريم كما سمعت بعض الشباب يقولوا حتى الشيوب عندهم كذاك وتخاصموا على أتفه الأسباب والضحية أولادهم وأحفادهم ما يتزوجوا من عند بعض صح تصير تتفاقم المسألة وتتفاقم الأمور بسبب موضوع جدا لكن إن شاء الله يعني في الأيام المقبلة راح يكون في تغيير في هذا الموضوع حرت بقبر دانس فوق ربوة عليه من النعمان سبع شقائق على الهوى شباب تحياتنا لكم مستمعينا أم عمران شيخة البلوشي تقول من يظن أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن محمد ساحر مجنون فما ظنك بمن هو دونهما مساء الخير تحياتنا لك يا أم عمران كلام جميل نعم معكم أم عبد الله أهل عادة بنك حسنات خالص زين وبنظري أرد على اللي يتكلم عني بأنه هذا وجهة أو هذه وجهة نظر ويعني أحترمها وبعدين رحمة والفاضي يعمل نفسه قاضي طبيب نفسي ما فهمت صراحة تحياتنا
تحياتنا لك أم عبد الله على كلامك. بالفعل يعني الواحد لما يشوف أنها دي حسنات كذا من دون ما هو يتعب يقول يا سلام يا الحسنات. الحمد لله إن شاء الله الحسنات ويبعد عن السيئات. ومعنا يوسف الحسني الرديني عفوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يوسف. أنت اللي كلمتنا في البداية وانقطعت المكالمة صحيح؟ أكيد دائما ما شاء الله أنا دائما لما أتصل معكم ينقطع الاتصال ما أعرف إيش السبب. والحمد لله أنك أنت تشبك يعني أنا استغرب كيف كذا ما شاء الله في ناس يحاولوا يعني ما يحصل. يمكن تكون في مكان ما في إرسالة وحاجة يا يوسف. والله بالنسبة للإرسال صراحة الأمور طيبة. طالع فوق قبل كنك ما أعرف أنتوا لما انقطع الاتصال كان كنت أسمعكم لما أتكلم وأقول بس ما أنتوا ما يوصلكم صوتي. يلا ما علي زين من ضغط المكالمات تصير كذا إشكالية في المكالمات يا أخي يوسف. وش رأيك بموضوعنا اليوم مدى تأثرك بالقيل والقال؟ والله أكيد مشاعلكم إن شاء الله عليكم دائما تنتقل مواضيع اللي هي الاجتماعية يعني مواضيع طيبة اللي تهم المجتمع يعني. أكيد هذا واجبنا أخو يوسف. أكيد مشاعل صراحة بالنسبة للقيل والقال أنا ألاحظ عليه يعني في الوضع الحالي يعني مأثرة شوية نوعا ما على المجتمع اللي نعيش فيه يعني مأثرة يعني. خبرنا كيف مأثرة؟ يعني مأثرة يعني ما تلاحظ من خلال الخصومات اللي تحصل بين الناس من خلال المشاحنات يعني مثلا هذا الوضع في الوقت اللي نعيشه عادي انك تسمع جار تخاصم عند جاره وظل يمكن سنوات وهو متخاصم عند جاره او شخص متخاصم عند زميله يعني هذه الاشياء دائما تسمعها بشكل فهذا كله من هذه الامور امور القيل والقال الناس دائما تسمع كلام فلان قال وفلان وهذا اللي مأثر علينا احنا يعني فدائما الشخص يحاول يعني ينصح الناس يعني يتبع يعني الشيء اللي بيفيده في حياته. أكيد لابد أن إحنا نكون واعيين لابد أن نوعي المجتمع اللي حوالينا الناس اللي حوالينا نرتقي دائما بعلاقاتنا مع بعض بعيدا عن القيل والقال. أكيد أخت جنان بعد أخت مشاعل عفوا يعني يعتمد على الشخص اللي هو مستمع يعني أكيد أنا لو جاني شخص معين وقال والله فلان يقول عندك حاجة معينة ما أنا لازم يعني مثل ما تقولي أني أتأكد هذا إذا حبيت وإذا ما حبيت عادة تركب حالة ما لازم أنا أتبع مثل ما يقوله بالعامية تتبع السوالف يعني لأن أكيد إذا قلت تتبع بيصير أمور أنت تفغن عنها يعني. أكيد شكراً لك على كلامك الطيب يا أخو يوسف الرديني. شكراً لك وشكراً مع السلامة. مشكورين مع السلامة. ونروح لتسعين أربعة خمسة ستة. أم وائل تقول مساءكم خير تحية لكم ولجميع المستمعين تحية خاصة لأولادي في بريطانيا تقول يحتاج لهم دروس في الصميم يعني على القيل والقال تقصدي الطاهر إن شاء الله كذا يعني أنت قدها يا أم وائل. شباب على الهواء. إذا نروح تويتر مشاعل من جديد ونشوف أيضا مشاركات المتابعين هناك. علي خاطر النجار يقول ختاما القيل والقال عبارة عن مكالمة لم يرد عليها. شكرا خلفان. شكرا مشاعل. شكرا جلال. شكرا للمستمعين الكرام وسمعوا لي شامبي طشونة. تحياتنا لعلي خاطر النجادي. هللويا يا هبي الهبي دوبنا. ونروح لتقول هذه مشكلة مجتمع ما دام في ناس متقبلين للقيل والقال فما راح تنقرض هالعادة والحريم دوما كبش الفداء. الله يعيننا صديق الله يعيننا يعني دائما مع أننا قاعدين نشوف أن إحنا في شباب في رجال يعني صح ما بنسبة الحريم لكن في قاعد تطلع واعين مثقفين داسين زين. احنا مشاعل نقول حال الحريم ما كل الحريم اللي شغلهن هذا السوالف انهن يقللن من هالمواضيع لابد يوعين ابناهن لابد زين و مالش لابد ان يوعون ابنائهم لابد. وايضا الشباب نفس الشيء يعني مش اقصد الشباب الاولاد والبنات اقصد الاولاد تحديدا يعني ان شويه نرتقي
بفكرنا بتعاملنا. بعض الشباب يعني للأسف متعلم ودارس وواصل وقاعد يشتغل في أرقى الأماكن، لكن تلقى تفكيره جدا 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 سطحي للأسف، يعني ضحل، يعني ضحل بمعنى الكلمة. تعامله مع أخوانه، تعامله مع في البيت مع أولاده، ما قاعد يعطيهم شيء مفيد للأسف، قاعد يهدم جزء من المجتمع من خلال تربيته للأسف. طبعا احنا ما قاعدين نقول كل، طبعا هالكلام حقنا احنا البنات وحق الأولاد. قاعد توصلنا رسائل كثيرة، تقول في حساب جلال يقول برنامجكم وايد حلو، ورسالة تقول السلام عليكم، القيل والقال بصراحة يسوي مشاكل وايد تفرق بين الأهل والأصحاب، وأنا أتأثر بالقيل والقال. إذا كانت علاقتي بالشخص قوية ممكن في البداية ما أتأثر، بس إذا كثرت الأقوال أصدق. أذكر موقف صار من فترة قريبة، من ثلاث عوائل، العائلة الأولى تقول عن الثانية والثالثة تقول عن الأولى وكل عائلة تقول عن الغير. المهم سمعنا من هنا ومن هنا وتفرقت العوائل عن بعض، وسبب القيل والقال للأسف. لو يتحسن هالطبع كان ما وصلنا للتفرقة. الله يهدي الجميع ويحفظ ويحفظكم أخواني يا رب، الله يحفظهم يا رب ويحفظ لكم كل غالي يا رب، وإن شاء الله كذا ترجع لم الشمل، يرجع كل حاجة، ترجع المياه لمجاريها، ترجع بالعقول، بالنفوس الطيبة، بالقلوب الطيبة، بالمسامحة، بالصفح، بالتسامح، بكل الحب. يعني الدنيا ما ساوية شيء مستمعينا، لابد أن إحنا نكون إيد على بعض ونكون مع بعض. في رسالة تقول عشان نحد من هذه الظاهرة أولا لازم نفهم المعصرات عن مدى خطورة هذه الظاهرة. ما هذا له جزء يعني من المجتمع، وإحنا لابد أن نوعيهم ولابد أن نتكلم معهم ولابد أن دائما نقول. يقول يعجبني فيك أنك مطول بالجدال من كثر ما هم يحقرون، تعزني ما همني كثر اللقافة والسؤال ولا أبد في يوم عادل، همني وانتشاراتي ما أخذ نفس المجال، ما همك اللي من وراي تكلم عني، والحمد لله وضعنا في العال، وإحنا بعد أكيد نعزكم عزيزين علينا يا رب. يا عبد الملك إسماعيل، تحياتنا لك يا عبد الملك إسماعيل. ألو، وناخذ المكالمة. شباب على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ربما هناك مشكلة في الاتصال، إذن نذهب مستمعينا وإياكم إلى فقرة اخترنا لكم. شباب على الهواء، على الهواء يا شباب. إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو، أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين. كونفوشيوس. قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. بابليوسيوس. ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، لأنه يتخطى كل شيء حتى الطبيعة. عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها. روزفلت. من يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا. هوراس. الرجل العظيم يكون مطمئنا يتحرر من القلق، بينما الرجل الضيق أو ضيق الأفق فعادة ما يكون متوترا. كونفوشيوس. إن عينيك ليست سوى انعكاسا لأفكارك. دكتور إبراهيم الفقي رحمه الله.
كذا كانت مختارات لأجمل ما كتب الفلاسفة والعلماء مستمعينا. قلت لكم خلفاني سووا مشاكل ما صدقتوني. تحياتنا لكل اللي رسل. نقرأ آخر تغريدتين. يقول علي القصابي: لو أن كل شخص نقل كلام أو تكلم عن شخص في غيابه نقص من حسابه لاختفت هذه الظاهرة، وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بدر الشعيبي يقول: حتى الماء طعمه غير. شباب يتعشون في مطعم غالي. إيش هالكلام؟ يعني كنا ما مرتبط بالموضوع. شباب على الهوى. وصلنا معكم مستمعينا لآخر برنامجنا، آخر الدقائق، وانتهت الدقائق مستمعينا بصحبتكم الجميلة وما حسينا بالوقت. وشكرا على كل اللي تابعنا بصمت، شكرا على كل اللي رسل لنا واللي تواصل معنا بالمكالمات وعن طريق الرسائل النصية وعن طريق التغريدات. نقولكم دائما كانت معكم في الإعداد مشاعل بن سعيد القاسمية، ومعكم في التقديم مشاعر بن سعيد القاسمية وخلفان بن سعيد العامري، وكذلك في التنسيق سيف بن سعيد الهلالي، وأيضا معنا في التنفيذ عبد الرحمن الجابري، وفي الأخراج معنا جلال بن ربيع الخويطري، وما ننسى مصممة الرمزيات لميس بنت بدر الحسني. نلتقي لنرتقي، دمتم بحفظ الله.